استغفر الله ربي واتوب اليك. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله. نعم أم عبد الله. خيرك شبيك؟ إيش وصافن وحسبة توديك وحسبة تجيبك، خو ماكو شي. والله أم عبد الله مثل ما تعرفين الليلة هي ليلة القدر. بلي. وليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أكيد. ومثل ما تعرفين إحنا كنا مثل هذا اليوم من كل سنة كنا نروح للصحن الكاظمي نحيي الليلة. أيوة. صحن الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد. أي أيوة والله أحلى ليلة كانت من نحييها يا موسى بن جعفر ومحمد الجواد، سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. والله خليت حسرة بقلبي هسه من ذكرتني، شلون ليلة كانت. بس مثل ما تعرفين إنه هاي السنة ما راح نقدر نروح. أدري. أي أيوة والله شو نسوي؟ بسبب انتشار فيروس كورونا. بلي. بين الناس إنه حماية النفس والآخرين من انتشار المرض هو واجب شرعي وعرفي، ويجب أن نلتزم بالتعليمات الصحية. أكيد أبو عبد الله لازم، بعد إحنا حتى المرجعية وصلتنا نلتزم بتوجيهات خلية الأزمة، بعد لازم علينا أنه نضل قاعدين ببيوتنا إلى أن الله يفرجها ويروح هذا المرض. أحسنتي. ابني منتظر، تعرف شنو أعمال الليلة؟ أي حجي أعرف الأعمال، اللي هي الغسل وزيارة الحسين عليه السلام والصلاة قراءة سورة العنكبوت والروم والدخان قراءة دعاء جوشن الكبير. بارك الله فيك حجي. وكو شغل نساها منتظر، وهي اللي هي الاستغفار ورفع المصاحف ولعن قتلة أمير المؤمنين. أحسنت يا أولادي. أحسنت يا أمي، بارك الله بيك. أحسنتم كلكم وبارك الله بيكم. لذلك إحنا اليوم قررنا أنه نحيي ليلة القدر وهاي أعمالها العظيمة اليوم سوية بالبيت، وإن شاء الله تكون إلنا فدنكها خاصة، لأن مثل ما تدرون هاي لمتنا بالبيت وحيائنا الأعمال ليلة القدر فشي كبير عند الله سبحانه وتعالى. هسه إحنا شو نسوي؟ نقوم نتوكل على الله ونجدد وضوءنا ونهيئ أنفسنا حتى نسوي كل الأعمال. شو تقولون ولدي؟ توكل على الله. توكل على الله. يا الله. يا الله. ويلي عليك يا ابوي عبد الله، مكانك خالي بوسط لمتنا، بروحتك كل شي راح، راحت ضحكتي وسنيني وانهد حيلي. راحت ذيك الايام يا وليد العام كنت ويانا، احيانا الليله يم باب الحوائج، سلام الله عليك. يشفع لك ابو الجوادين ان شاء الله. اوف
يا ابني غيابك كسر ظهري وعهد ما راح انسى وراح يبقى نفسك ويانا كل خطوه وعمل نسوي. يا رب ارحم شهدائنا. يا كبيرا لا يصغر يا حافظا لا يغفل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم صل على محمد غالي محمد.